ونرى أنه هناك تأخر كبير جداً للانفتاح الروسي على العراق. لماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟ وبالتحديد مع حكومة الإطار التي هي تمثل امتداداً يكاد يقترب امتداداً ولائياً مع إيران، في وقت إيران بدأت تعاني من انحسار في العراق، ليس انحساراً سياسياً فقط بسبب ضعف حلفائها، وإنما انحساراً اجتماعياً لدى العراقيين عموماً ولدى الشيعة خصوصاً بسبب إصرارها على إدامة إبقاء عناصر فاسدة بدعم منها مباشر لممارسة النشاط السياسي، وكأنها تكره الشعب العراقي على هذا النموذج. الخشية من اقتران التوجه الروسي واقترابه من إيران أن يعاني من عزلة لما يمتلك الشارع العراقي بالرد فعل اتجاه إيران. المرحلة التي مضت كان بالإمكان الروس أن يعملوا، وكنا نتحدث عن قضية، على سبيل المثال، قضية F-16، اختلفنا كثيرا مع ذات الجهات الآن التي تشكل الإطار والتي تدفع باتجاه تفعيل العلاقات مع روسيا، وفي تقديري أن النوايا الكامنة هي لإزاحة الدور الأمريكي والاستقواء بروسيا على الأمريكان بإيحاء إيرانيا. ما كنا احنا نتحدث، قلنا في وقت بداية التسليح الجوي، قلنا الـ129 هي الأفضل، بناها التحتية، البنى التحتية للعراق تتكيف مع هذه الطائرة، طيارين جاهزين، الفنيين قطعوا شوطا عقديا من الزمن هم يتعاملون مع هذه الطائرة، وبالتالي كنا نحتاج إلى بضع شهور لإعادة هيبة العراق ومسك السيادة جوا. الذي اعترض، الشخصيات التي اعترضت وأصرت على طائرات F-16 هي طائرات الآن تمثل صناع القرار السياسي في الإطار. ليش؟ لأن كان هناك توافق أمريكي إيراني في مسألة دعم النموذج السياسي في العراق. بالنسبة لصنع القرار السياسي في العراق، أنه في العلاقات الدولية التعامل يكون مع دول واستراتيجيات ثابتة، أما في العراق فالتعامل يكون مع كتل وأحزاب، وهي التي ترسم ملامح مستقبل العراق في بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان بشكل منفرد دون الالتفات إلى الإجماع الوطني على سبيل المثال، فضلا عن استنطاق منظومة التحالفات التي كما تفضلت بالحديث عنها. فإذا أساسا الذي كان يدفع باتجاه الانفتاح على روسيا بالوقت الذي عطل في الوقت السابق الانفتاح على روسيا إيمانا منه بأنه أن يبقى مع الولايات المتحدة، ولكن حينما وصلت الولايات المتحدة إلى درجة أنها قالت أن هذا المنتظم السياسي لا يمتلك رؤية إدارة الدولة وبالتالي يجب أن يغادر، وهذه سمة من سمات النظم الديمقراطية، قالوا نتشبث بالسلطة وسنبحث عن بديل وخيار آخر ليكون حليفا استراتيجيا لنا بديلا عن الولايات المتحدة التي تطالبنا بمغادرة السلطة. لجأوا إلى الصين، وكما قلت الصين حذرة لم تتفاعل، نخشى أن نخسر الدور الروسي في زجه في صراع بين منتظم سياسي متشبث بالسلطة وبين دولة لطالما راهننا على أن تكون علاقاتنا معها متينة.